ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة الأولى من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتستأنف هيئة الأرصاد الجوية فعاليات الموسم الثقافي السنوي اللي بتنظمه الهيئة بعنوان المناخ والحياة، وهيتم مناقشة آليات ودور الأرصاد الجوية في التعامل مع التغيرات المناخية وتحديات أزمة المناخ ودور المطارات المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وتأثير التيار النفاث على التغير المناخي. النهاردة وفقاً لما أعلنت عنه هيئة السكك الحديدية، هيتم إيقاف التشغيل الصيفي لقطارات القاهرة مرسى مطروح والعكس تزامناً مع انتهاء موسم الصيف. النهاردة لعشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين في إطار الجولة الأولى من عمر المسابقة، واللي هتجمع بين نادي زد والإسماعيلي الساعة 4 العصر، و7 بالليل هيلتقي الأهلي مع المصري. النهاردة لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري الأبطال، من أهمها مباراة إي سي ميلان الإيطالي مع نيوكاسل يونايتد الساعة 8:15، مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي مع بروسيا دورتموند الألماني هتكون الساعة 10 بالليل.